هذا يسأل عن الاحتيال على الإقامة بأن يختفي حتى يجي وقت الحج ويحج ويخالف النظام. لا، ما يصلح هذا، ما يصلح. إلا المسلم يكون صادقا، ما يكون مراوغ عنده كذب واحتيال، يكون صادقا. إذا انتهت مدة الإقامة يجددها إذا أمكن تجديدها، وإلا يسافر، يسافر. والحج ما عليه حج، إذا كان ما معه إقامة ولا يستطيع ما عليه حج. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واللي ما معه إقامة ما يستطيع. نعم.